برج إيفل. عندما انتهت شركة جوستاف إيفل من بنائها لأكثر معالم عالمنا الحالي تميزاً خلال مشاركتها في المعرض الدولي لعام 1889، كان العديد من الناس يرمقون هذا الهيكل الحديدي الضخم بنظرات لا تخلو من الشكوك. رغم أن النية الأساسية وراء بناء هذا البرج كانت تخدم هدفاً مؤقتاً، إلا أن برج إيفل كان قد نجح في أن يصبح أحد الرموز الراسخة لفرنسا والحقبة الصناعية. يتابع البرج تأدية دوره الهام إلى يومنا هذا كمحطة للبث التلفزيوني والإذاعي، إلى جانب جذبه للسياح أكثر من أي موقع مدفوع آخر، وذلك لكونه أحد أبرز الأعاجيب المعمارية في العالم. كان الهدف من بناء البرج هو إقامة نصب في ساحة شام دوماغس العامة في منتصف باريس، حيث كانت الساحة ستستخدم كمدخل للمعرض الدولي الذي استضافته مدينة باريس في ذلك الوقت بمثابة إحياء للذكرى المئوية للثورة الفرنسية. قدم أكثر من 100 فنان خططا تنافسية لبناء هذا النصب، إلا أن التفويض كان من نصيب شركة مختصة بالاستشارة والتشييد يملكها ألكسندر جوستاف إيفل، بناء الجسور وخبير العمارة والمعادن. رغم كل الشهرة التي رافقت إيفل بعد تسمية البرج باسمه، إلا أن ما لا يعلمه الجميع هو أن موريس كوشلين، مهندس الإنشاءات والموظف في شركة إيفل، هو من ابتكر فكرة بناء البرج وعدلها لتصبح دقيقة بما يكفي للمباشرة بالبناء. كما يقال بأن إيفل كان قد قام برفض خطة كوشلين الأصلية والإعاز إليه بإضافة زخارف أكثر للزينة. والجدير بالذكر أن كوشلين وإيفل كانا قد تعاونا قبلها سوية في بناء الهيكل المعدني لتمثال الحرية. لقد تطلب التصميم الأخير للبرج ما يتجاوز 18,000 قطعة من الحديد المطاوع المستخدم في البناء و2.5 مليون مسمار، كما قضى مئات العاملين عامين كاملين في تجميع إطار للشكل الشبكي للبرج. حين انتهاء العمل تم تدشينه في آذار عام 1889 كأطول ما تم بناؤه في العالم بارتفاع يبلغ 1,000 قدم. ولسوء الحظ خسر هذه الميزة لصالح مبنى كرايسلر في نيويورك عام 1930، ولكنه عاد في عام 1957 ليصبح أطول من مبنى كرايسلر بعد أن أضيف له هوائي جعله أطول 65 قدماً. إلا أن ذلك قد أتى متأخراً بعد تشييد مبنى إمباير ستيت الذي تفوق على كليهما عام 1931. عند تدشين البرج لم يكن يسمح للزوار بالتواجد إلا ضمن منصة الطابق الثاني للبرج في بادئ الأمر، إلا أن هذا الوضع لم يستمر، فقد تم فتح المستويات 3 جميعها للعامة متضمنة المطاعم ليتم الوصول إليها إما بالسلالم أو بأحدى المصاعد 8. أبدى ملايين من زوار البرج إعجابهم بهذه الأعجوبة المعمارية الحديثة البناء خلال المعرض وبعده، لكن لم يبدي سكان المدينة حماساً لتشييده، فقد خاف العديد من الباريسيين أن يكون بناؤه هشاً كما اعتبره البعض سيء المظهر. فعلى سبيل المثال صرح الروائي غاي دو موبسانت بأنه يكره البرج لدرجة كبيرة تجعله يأكل غداءه في غالب الأحيان في المطعم الموجود في قاعدته، وهذا هو المكان الوحيد الذي يمكنه فيه ألا يلمح حتى انعكاس ظل هذا البرج. كان العالم على وشك خسارة برج إيفل عدة مرات، أولها في عام 1909 حين تقرر إزالته لأنه قد بني لهدف مؤقت في الأساس، إلا أن مسؤولو المدينة قاموا بإنقاذه بعد إدراكهم لقيمته كمحطة للبث الإذاعي. أما المرة الثانية فكانت خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك لأهميته في تعقب الاتصالات الراديوية للعدو ونقل التحذيرات بما يخص مناطيد زبلن الألمانية، إضافة لإرسال التعزيزات الطارئة للقوات. أما المرة الثالثة فكانت بأمر من هتلر في الحرب العالمية الثانية، حيث أمر بهدم أكثر رموز المدينة قيمة، ولحسن الحظ لم يتم تنفيذ الأمر.
ويجدر بالذكر أنه خلال فترة الاحتلال الألماني لباريس قام مقاتلو المقاومة الفرنسية بقطع أسلاك المصعد الخاص بالبرج كي يضطر النازيون إلى تسلق السلالم في كل مرة يصعدون فيها لقمته. يعتبر برج إيفل مركزاً لتجمع محبي المغامرات رفيعة المستوى ولمرتادي المراسم الاحتفالية وحتى لمؤدي التجارب العلمية، فقد قام الفيزيائي الألماني ثيودور وولف عام 1911 باستخدام الألكترومتر في تجربة بيّنت أن مستوى الإشعاع في قمة البرج يكون أعلى من قاعدته، كما قام بملاحظة تأثيرات ما نسميه اليوم بالأشعة الكونية. يعد برج إيفل أيضاً محط إلهام لأكثر من 30 هيكلاً آخر مشابهاً أو مقلداً له في مدن عدة حول العالم. لقد خضع أحد أكثر الأبنية شهرة على كوكبنا هذا إلى ما يشبه عملية شد الوجه لإزالة التجاعيد، حيث تمت إعادة طلائه للمرة الأولى في عام 1986، وتتم منذ ذلك الحين إعادة طلائه مرة كل 7 سنوات. يستقبل برج إيفل سنوياً ما يقدر ب7 ملايين زائر، متفوقاً بذلك على كل معالم العالم المدفوعة الأخرى، كما يوجد 500 موظف مسؤول عن تشغيل عمليات البرج اليومية في المطاعم والمصاعد وضمان أمن البرج وحمايته، إضافة إلى توجيه الحشود المتلهفة التي تجوب منصاته لتستمتع برؤية بانورامية لمدينة الأضواء.